حقيقي بتحبها ولا بتعطف عليها؟ بعطف عليها؟ ايه الكلام الغريب ده؟ الكلام ده هي سمعته من ناس كتير قوي. انا عايزك تطمني وتثقي فيا، انا بحبها قوي وبجد انا قد المسؤوليه. انا فعلا النهارده طمنت لك وحسيت فعلا انك قد المسؤوليه. نور، ممكن اطلب منك طلب؟ تطلبي طلب مننا؟ يا شيخ افكي بقى، واحده صاحبتي جايه من السفر بكره، عاوزك تعدي تجيبها. اجيبها من السفر؟ طبعا. منين؟ من السلوم. وبالمره بقى وانت راجع عربيتي في التوكيل، هاتها لي وانت راجع. انت فهمتيني غلط على فكره، انا كنت اقصد مسؤوليتها هي مش مسؤوليه حضرتك. انت مسخره، اسكت على نولع الدنيا انا وانت. عملت لكم ايس شوكليت. الله، بطولات في السباحه ما شاء الله. تعرفي ان شكلك حلو وانت بتسقي الزرع؟ ميرسي. انت بتعرفي تسقي الزرع بالليل؟ يعني هو انا فارقه معايا ليل من النهار؟ انت هتمسك. اساعدك؟ لا، خلي بالك بس من الحفره اللي تحت. اساعدك؟ طيب انا عارفه الحته دي كويس. ما عارفه الحته دي كويس، دي اللي بتقلقني. دي بصراحه يعني بقالك ربع ساعه بتسقي السلك. يعني انا اتريق على نفسي، انت ما تتريقش عليا. ما اتريقش عليك على فكره. عم ابراهيم. نعم. هي المايه فين؟ عندك ناجه اهي. انا المره اللي فاتت سقيت الشجره الصغيره، اذا المره دي بقى اسقي الشجره الكبيره. انا لو عيني تشوف غيرك، بص قدامك يا حبيبي، انا مش هفتحها، واي كلمه حلوه مش منك مش هسمعها. وانا عاصر على نفسي ليمونه بستحمل وبقول مجنونه، وانا عاصر على نفسي ليمونه بستحمل وبقول مجنونه، وانا عاصر على نفسي ليمونه. زغرتي يا بنت زغرتي، بتفكر تشتغلني ازاي صح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طب عرفت ان انت، طيب اذا كانت ريحتي لسه ما لحقتش توصل لك. حسيتك وانت جاي. احبك وانت حسيس عسل. تكتبي ايه؟ مش انا علمتك؟ اه. دي ايه؟ ب. شاطر. ودي ايه؟ ح. ايه ح. ودي ايه؟ بي. برافو. ودي ايه؟ شاف. ها. كاف. برافو. تبقى ايه؟ بي حي بي كاف عفاف. استظراف. ايه بحبك. ايوه بقى انت. صباح الفل. صباح القرف. بتبوس. بس يلا بتبوس في النادي. ها اسلام صح؟ صح. الله اكبر. انا شفتك فين قبل كده؟ مش الغرض. فين الحته؟ ساره. فين الحته؟ ساره. ايوه دي الحته الطريه. فين الحته الموميه؟ بالنسبه لانك جاي تتليف هنا يعني. يا عم انجز، اخوك ما اشفر. خد وما تورنيش وشك هنا تاني. ايوه خد دي. ماشي يا ذوق. ادي كمان. يلا معيش بنزين. يلا حط جاز او قشطه. ايوه هموت انا. حبه قوي. بيبوس. يا بيبوس. بس اسمعنا. مبدئيا اول ما نتجوز كده نفسك في كام عيل كده؟ نبدا بكام مثلا؟ تسعه؟ تسعه. ايه اتخضيتي ليه؟ ده احنا كده بنقول يا هادي، ده انا في حياتك عيال، ده انا هجيب كل يوم عيل. كل يوم؟ كل يوم. لا ده انا هجيبك قوي. هو انت بتحبني بجد؟ يوه يا ساره السؤال الغريب ده.
يعني انت بتحبني بجد وانا صعبان عليك؟ اه بتشفق عليا ومتعاطف معايا. لا بموت فيك يا ست. انت فاهم انت داخل على ايه؟ احنا لما نجيب عيال انا مش هعرف اعمل اي حاجه غير اني اولدهم. انت اللي هتغير لهم، انت اللي هتذاكر لهم، انت هتقول لي حلوين قد ايه. يعني لما اجي اغير لهم مش هبقى شايفه حاجه. لما هدومهم تتوسخ هغسلها لهم عشان عيالي، بس لو فيها بقعه مش هشوفها. انت اللي هتقول لي. انا هبقى حمل تقيل عليك قوي. انا مرعوبه تسيبني او تندم انك حبيتني. انا اسفه. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ عشان خايفه تسيبني. اسيبك ازاي؟ انا اسيب الدنيا كلها وانت الوحيد اللي ما سبتيش طبعا. تعبيطة. يلا بوسة وحضن كبير لعمه. كبير كبير. الله. ايه ده؟ اي ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ده غدا عمال يتمخضر، ده انتهل ويتقل اكتر ويقول كان غيرك اشطر، كان يدري ما انا عليك. I'm so proud of you. You are so talented. And I'm sure your country is proud of you. Thank you, sir. I hope I'm always up to your expectations. I'm sure of that. اقول لك ايه؟ ها؟ شكلي حلو كده؟ حلو، يا بخت اللي هتتجوزك. افتحي بقك. ها؟ صدقي يا هبلة عندي صداع ابن لذينة. يا لهوي سلامتك. الله يسلمني. ايه؟ هتتجوز يا سيدي وهتتظبط. عارفه لو جوزك لمسك هتضحك. اه بقول لك يلا الواد عادل صاحبك اللي في ايطاليا تعرف يجيب لنا قرار طارق. لا ده الواد ده مجنون يا عم، انا ما بكلمش. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تجيب لي زي دي. ايه؟ اه خدها؟ لا يعني عايز زيها بس جلد، ما بحبش النوع ده. عايز سلسله جلد؟ اه